هنعمل قرص بالعيش البايت، بس بقى تشكيلة. أنا عندي شوية بلدي على شوية شامي على شوية فينو، فهستخدم كل ده. فآخد مثلا كده وكده وكده، كل ده عيش بايت أنا بايته مخصوص قبلها بيوم علشان إيه نعمله مع بعض. ده بقى هاخده كده هقطعه. طبعا القرص ممكن تعمليها برضو بعيش نوع واحد، بس أنا قلت برضو أستغل اي بواقي موجوده. يعني يفضل منك كسره عيش حطيها في كيس في الفريزر وهنستعملها كده. ده بقى حابله بشويه لبن على شويه ميه، ده على ده. ماشي، اخد بقى ايه مثلا كوبايه لبن كده. عايزه تبليها بلبن بس، بليها بلبن بس. وهسيبها برضو هعمل نفس الحكايه، يا يعني هعجنهم بايدي حلو جدا، يا اما احطهم في العجان. نعجن 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 لغايه ما يبوش تماما. ده اللي انا هعمله دلوقتي بالعجان كاني بعمل بايدي، وهزود ميه شويه لو هو عايز عشان انا برضو ملحقش اتنيع قوي يعني. عندي هنا في نص كوبايه سمنه، نص كوباية سمنة على حوالي كان معاكم مقادير نازلة على حوالي 5 كوبايات من العيش مختلفة الأنواع، على شمر، ينسون، قشطة، شوية زيت. يعني حطيت نص سمنة على نص زيت، تمام. والقشطة حطي نص كوباية برضو، حلي طعم القرص كده. وحطيت شمر وينسون ومعلقتين كبار من السكر، باكو بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الخميرة. فسفت حلو قوي. وبعدين احط بقى كل ايه السمنه مع الزيت في الاخر خالص، الزيت في الاخر ده انا هقفل بيه. وكرس خالص اهو. بصوا بقى عجينه، ابدا بقى ازود له الحاجات اللي انا عايزه احطها. هحط بقى السمنه هحط السكر تمام، هحط الخميره، بيكنج باودر. انا عايزاه يبقى النفشان بتاعه حلو في القرصه. والقشطه، قشطه وش اللبن بتاعك اللي حطاها في الثلاجه. يعني انا خدت قشطه كيلو لبن واحد مثلا، خدت معلقتين كبار تمام. وابدا ازود الدقيق، ازود بس شويه سكر تاني، ازود الدقيق لغايه ما تعمل لي عجينه. بصوا احنا كده وصلنا، ادي بصوا عجينه اللي وصلتها معاكم، عجينه القرص الطريه، قرص تبقى معقوله يعني، لا طريه قوي ولا مبسوطه قوي، ولكنها قرص مبسوطه جدا بالعيش المختلف، العيش البيت شامي على بلدي على فينو. بصوا شكلها عامل ازاي، ولا باين فيها اي عيش اهي، دي اللي انا عاملاها معاكم حالا دلوقتي اهي، ولا باين فيها ايه اي عيش خالص. طبعا انا نقعته في اللبن شويه لبن مش كتير، حتى كوبايه لبن بس، وبعدين رحت ايه هرساه سبته يتنقع حبه كويسه لغايه ما بقاش خالص. انا استعجلت عليه، انت لا، عشان كده قاعد يتضرب كتير. انت ما تسيبيهوش خالص، على طول ضربتين او عجنتين هتلاقيه اتهرس على طول. زودت له بعد كده الخميره والسكر والبيكنج باودر والسمنه والقشطه، خليت طعم حلو كده، وشمر وينسون، شويه زيت بقى كمان في الاخر خالص كده، اخر حته. وعجنها بيها كده، دي بتبقى طريه بقى، وشويه الزيت دول ما تخليهاش تلزق في ايديكي. بس انا كده جمعتها بايه، بحبه زيت في الاخر اهو، واروح سايباها ايه تخمر اهي بالشكل ده، كل حاجه بالظبط. هاجي بقى اشكلها قرص بايديا، افردها واقطعها بقطعه زي القرص زي ما انت عايزه. هي كده اهي، اغطيها ببلاستيك واسيبها تخمر. وناخد دي
دي بص الخمران اهي، مش هموت الخمر بتاعها، ولكن بالراحه كده ابدا ان انا ايه اشكلها قرص بالشكل ده، او افردها واقطعها بالقطاعه زي ما تحبي. تمام، سهله خالص اهي. عايز تحطي على وشها شويه قشطه حطي، عايزه تسيبيها زي ما هي كده اللي يريحك، زي ما انت عايزه. هي قرص تعاملي معاها بالفكره اللي تريحك خالص اهي. تمام كده، حطي على وشها شويه زيت برضو بتخليها مقرمشها قوي تاني، مسحه كده بسيطه بس تخلي الوش حلو قوي، او قشطه، قشطه بشويه لبن كده اضربيهم كويس قوي وحطيها على وشها تبقى لذيذ، او سيبيها زي ما هي كده. هناخد بقى هنا معايا ايه، ناخد مثلا الرغيف ده كبير هاخد منه اتنين بس، لو صغير بتاخدي تلاتة اربعة بتاخدي خمسة حسب ما يبقى معاكي ايه الرغيف قد ايه. بنعمل فيه ايه بقى؟ هقولك حالا دلوقتي. ممكن اعمل شوية قشطة كده على، ممكن حبة زيت حبة سمنة عشان هي ناشفه قوي، لو فيها حبه لبن وطريه زي ما هي خلاص هتحطيه بس. هاتي السمنه دي برضو، يعني انا باخد بواقي موجوده ما دام هي حلقه بواقي نشتغل معاها ايه مع كل البواقي. على وشها القشطه كده وهدخلها ايه الفرن بعد شويه صغيرين اهي، كميه طبقه قشطه كده حلوه عليها وخلاص.